ضيف طوني خليفة، الفنان عمرو سعد. مساء الخير، تحية لكم مشاهدينا أينما كنتم في حلقة جديدة من بلسان معارضيك مع ضيف حلقة الليلة النجم عمرو سعد. معارضو عمرو سعد ليسوا بقلة بل إنهم كثر، سنتعرف عليهم هذه الليلة وسنتعرف أيضا على أبرز ما قالوا. عمرو مساء الخير. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك بلسان معارضيك. قلنا أنه معارضي عمرو سعد منن ليل، هن كتار. يمكن هذه نتيجة المواقف الصارخة اللي بتطلقها دائما بتصريحاتك الإعلامية أو حتى ما ينقل عنك في الإعلام. ليش معارضينك هالقد كتار؟ سؤال صعب. إذا هيدا أول سؤال وهيك صعب. صعب. هو يعني هو غالبا لما بتمشي ضد طيار الموج بيتقل عليك، وأنا بعتبر إنه يعني مواجهة الفساد بشكل عام مش حكر على مواجهة الفساد في السياسة مثلا، لا الفساد برضو طايل الفنون والإعلام. يعني بفهم منك إنه عمرو سعد سائر عكس التيار وهو محارب للفساد. أنا بحاول، أنا لقيت نفسي الأفكار اللي أنا بتبناها أو بقولها بتدهش الناس، مش الناس العادية قد ما النقاد إعلاميين، ناس من أولاد الأمان. ألم يضرب هذا الفساد عمرو سعد؟ مش عارف، مش أنا اللي أقدر أقول. معارضيك عم بيقولوا هالشي. يمكن، خلينا نتكلم ونقول نشوف. اكتب لي بس، بدي عزبك عدد من الأسماء اللي بتعتبرون من أبرز معارضي عمرو سعد، إن كان على المستوى الشخصي، إن كان على المستوى الفني، على المستوى الإعلامي، على المستوى ودي هتقضي؟ لا مش هتقضي، أنت خلص الصفحة ونعطيك صفحة جديدة. هي أول شخص بيكتب مع ابتسامة الإعلام. حدد لي بعض أسماء إعلاميين. يعني كتير مثلا الإعلام أصلي بشكل عام الأبرز، يعني أبرز الإعلاميين اللي بتعتبروا. هقول لك حاجة، وإحنا هنفتح شوية في أشخاص، بس الإعلام أنا بقول الإعلام أكتر منه الإعلاميين كمان. الإعلام ككل. الإعلام ككل. طيب، ولكن عندي أزمة عشان كده ما بطلعش. ولكن كتير. من يسير هذا الإعلام هم بعض الإعلاميين صح؟ لا، من يسير هذا الإعلام العشوائية أو عدم المهنية، هو ده اللي هي مش متمثلة في شخص على فكرة، بأشخاص، متمثلة في حدوتة كده بأشخاص على بعضها. يعني رجعنا يعني إلى أشخاص بالجماعة ومفرد الأشخاص شخص. خلينا نبدأ من شخص. إيريس نظمي. إيريس نظمي، الناقدة إيريس نظمي. ليش؟ كتب هلا هقول لك. كتب صفوت تسوقي، محافظ الألقاب طبعا. رفيق الصبان. رفيق أو كيف رفيق الصبان، بس بدنا نقطع على القف. كمال رمزي. جايب لك أسماء حلوة. أسماء كبيرة دي فقط. طبعا هو كلهم ده في النقد. يعني هودي بعتبر أنه من أبرز النقاد الإعلاميين بمصر، كلهم كتبهم بصف معارضين. يعني أنا ليا رأي شوية في موضوع النقد ده. طيب مهنيا مين فيه؟ خلي لنا الإعلاميين، خلينا نكتب، ننتقل للجانب الآخر من كلمة الإعلام اللي كتبتها. حط لنا بعض الزملاء أو بعض المهنيين. هتكتفي بدول يعني؟ في أكتر؟ كتير، بس أنت قعدت معاك يعني ورق. طيب يلا. بس يعني خلينا في ال، أصل ما فيش في المهنة علاقة فيها تعارض يعني. فيها طيب مين من زملائك بيعارضك أو بينتقدك، بينتقد شغلك؟ يعني مؤخرا انتقد تعليق علقته. نعم. في حوار استاذ حسين فهمي. يعني عرفت انه علق تعليق كده. هم كتير، بس يعني ما الكلام ما بيطلعش برضه في الاعلام. طب هو مش ضروري يطلع في الاعلام، عندنا مشكله. اللي بيوصل لك لك من مين يعني؟ بعد ما تكتبهم حيطلع في الإعلام. طبعا بالك. مبروك. يعني مبروك عليك، أنت كتب هون وخد بالإعلام ما يصير خاطرك. لا، كان يوسف شاهين الله يرحمه. الله يرحمه. المخرج الكبير. آه. تبقى مين متبنيك إذا هو كلهم ضدك؟ مش عارف.
الجمهور. منتجين؟ لا منتجين دلوقتي مفيش معارضين. مفيش حاليا. طيب إريس نظمي بشو عرضتك؟ شو قالت عنك هيك بشكل مختصر؟ هي انتقدت الأداء في الفيلم الأخراني. شو قالت عنه؟ قالت حاجة ساذجة جدا في منتهى السذاجة، يعني ما يطلعش من الناقدة أصلا. مثل شو؟ إنه عمرو سعد جه أداؤه ما كانش متمكن فيما معناه قدام الممثل العملاق خالد الصاوي. ودي هي المقارنه، هنقعد نحلل. لا دي المقارنه دي انا كيف يا بس انه كل شيء ضدك تعتبره ساذج؟ لا مش كله. عشان كده في اسماء. مناقب طارق الشناوي قال نفس الكلام تقريبا. لا طارق الشناوي ما قالش كده. طارق الشناوي بيقول في وجهه نظري انا كنت افضل في فيلم قبل كده. هو قال انه خالد الصاوي اشتغل وبعدين انت ما اشتغلت. طيب صفوت سوقي شو قال عنك؟ كتب قال ان انا نجومية زائفة تعتمد على عكاز. الرفيق رفيق الصبان كان عمل مقالة طويلة عريضة عن دكان شحاتة وتجاهل تماما بطل الفيلم كانه ملوش بطل. كمال رمزي؟ كمال رمزي ناقد كبير كان قبل ما ينتقدك. لا فأنا بغض النظر عن ملاحظتي كإنسان غير ملاحظتي كفنان، لما هو كان كتب مقال وانا كنت قلت له قابلته في المغرب مره وقلت له كان كتب مقال عن فيلم انا ما عجبنيش بشكل عام، المقال نعم. فيه ضعف شديد يعني ما يطلعش من حد بالقيمه وبالتاريخ ده. ثانيا انتقدني كممثل. طيب سنتطرق الى كل هؤلاء وما كتبوا واخرون ايضا، ولكن انه غريب انه كل حدا بينتقدك، يعني يبدو انك ما بتتقبل الانتقاد ابدا. ليه؟ ما انا قاعد معاك اهو. يعني قاعد معاك نفسي في النيل. الانتقاد؟ لا بتقبل الانتقاد عادي جدا. وعلى فكره انا اول مره في حياتي اتكلم على حد انتقدني في البرنامج بتاعك. لاول مره هلا؟ لاول مره. انا لا انا على فكره انا بتجاهل تماما. نعم تماما موضوع النقد ده. طيب سنتطرق تفصيلا الى كل هذه المواضيع والى مواضيع اخرى ساخنه ايضا في حلقه الليله مع ضيفنا عمرو سعد بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مجددا بلسان معارضيك، متابع حلقة هذه الليلة مع النجم والممثل والفنان الأستاذ عمرو سعد. بدي أذكرك عنا أربع أسئلة في الفقرة الثانية، كل سؤال عندك 3 دقائق فقط لإعطائنا الإجابة عليه، عندك فرصة واحدة إنك تمدد في حال حسيت حالك ما قدرت وصلت فكرتك عبر الضغط أو تدوس على الزرار هنا الموجود قدامك، بتاخذ 2 دقيقة. وأنا كمان عندي محاولة واحدة في حال حسيت إنه إجابتك لم تكن كافية، وفي حال عدم استعمالك المحاولة بحق لي أنا استخدمها على الطريقة الديمقراطية ببعض الأنظمة يعني كده العربية كده هي الديمقراطية. فلنبدأ مع السؤال الأول بلسان معارضيك. يقول معارضوك إن نجوميتك هي نجومية زائفة، أنت مغرور وتتطاول على الكبار. الوقت بدأ ولا لسه؟ الوقت بدأ. أولا أنا يعني لا يسعدني كلمة نجم أصلا سواء زائف أو غير زائف. أنا بالنسبة لي النجم ده قاعد بعيد عن الناس وغير مفيد بالمرة، سواء أنه بيمتعهم أنه يبصوا لفوق. أنا راجل طالع من وسط الناس، تربيت في أحياء شعبية وتعبت زي ما الناس تعبوا وحلمت وفشلت معظم النجوم طلعوا من وسط الناس، يعني ما حدا اجى من عروش برجوازيه يعني من ابراج عجيه، وهم قله جدا اللي جايين من اذا بدك ما يعرف بالاقطاع او من العائلات الى عالم التمثيل، الكل طلع من الشوارع وطلع من الاحياء وطلع من بين، يعني هذا الموضوع لماذا يقال انه نجوميتك زائفه؟ يعني بناء على شو؟ هذا المعارض نعم بناء على انه بيعتبر انه خالد يوسف هو ليه دخل كبير بالمساله دي. هو ذكر كده كويس، عشان كده من وجهه نظره
قال انه النجوميه زائفه تعتمد على المخرج خالد يوسف هو الذي صنع نجوميتك. يعني ما كان الفضل لك بهذا الموضوع؟ يعني اولا المخرج بيشتغل ورا الكاميرا ما بيشتغلش قدام الكاميرا مبدئيا يعني. وما فيش حد يقدر ينكر ما هو اهميتك اذا بدك تتلخص باللي بيشتغلوا ورا الكاميرا. طبعا ده اللي انا عايز اقوله. نعم. انه المخرج اكبر بكتير من كونه يكون عكاز. يعني مساله عكاز دي بتهين المخرج خالد يوسف او اي مخرج. ولو هو يعني يفتكر انه ما يقدرش ينزع من تاريخ الراحل العظيم احمد زكي عاطف الطيب محمد خان ودود عبد السيد. محمد خان وعاطف وداود صنعوا احمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز، وبلا هذه الافلام كانوا قالوا كتير بصراحه بمنتهى الوضوح. يعني انت بتعتبر انه هودي النجوم الكبار اللي سميتهم هلا استاذ نور الشريف، محمود عبد العزيز، والله يرحمه الفنان الكبير احمد زكي، انه هودي ما كان لهم فضل؟ يعني انه هناك ناس صناعتهم هني ما كان يعني الصناعه دي حاجه، اصل دي يعني حاجه متكامله. المخرج ده هو اللي عنده وجهه النظر، هو اللي بيعمل الفيلم. الممثل في النهايه مجرد اداء. حجم كاريزمته وحجم يعني ابداعه في اطار الدور اللي بيعمله هو ده اللي بيساهم في صناعته. انما في الحقيقه الدور الاكبر للصناعه نفسها كصناعه. لماذا تهاجم الكبار؟ هجمت عمر الشريف، قلت انه نجوميته مش عالميه. هجمت الاستاذ يوسف شاهين، قلت انه دخلت معه بتجربه كان حلمك اكبر. خرجت من التجربه بفشل كان خلتك بمهب الريح. ده سؤال تاني حابب تمدد؟ هو ده نفس السؤال؟ حابب تمدد؟ مدد جدا. اولا انا ما هاجمتش الاستاذ عمر الشريف. انا كنت على حوار في جورنال الجمهوريه، وردا على سؤال للعالميه، فكره العالميه بتحلم بالعالميه؟ قلت لها انا ما بحلمش. قالت لي وعالميه عمر الشريف؟ قلت لها عالميه عمر الشريف انا لا احلم بيه على الاطلاق. انا بالنسبه لي عالميه نجيب محفوظ اللي طلع من حاره الجماليه وخلى العالم كله من المكسيك للكره الارضيه يتكلم عنه ويقولوا انه الاديب المصري نجيب محفوظ، هو ده موضوعي. انما ده لا يقال عمر الشريف. ليش لا؟ الا يقال انه الفنان المصري عمر الشريف؟ ما بتعتبر انه عمر الشريف؟ انا اتصور ان في امريكا ما بيقولوش المصري دي خالص، احنا بنقولها هنا عشان احنا فرحانين بيه وبنقدر قيمته. انا اتعلمت اقدر التاريخ بس كمان احلله واحاول افهمه عشان اتعلم منه. انا كنت بتكلم على الجيل بتاعنا، انه جيل مظلوم نقديا ومظلوم في الصناعه وما عندوش افلام ولا عنده انتاج ولا عنده سيناريوهات. والجيل بتاع عمر الشريف ورشدي اباظر اكثر حظا لان كان عندهم انتاج وسيستم. طب بتعتبر انه عمر الشريف عالمي ولا مش عالمي؟ انت بتاخد من اجابتي وقت، خلي بالك. ايه بس عم بسالك، بتعتبر عمر الشريف عالمي ولا مش عالمي؟ انا بعتبره ممثل امريكي مهم، عالمي لا شك، بس عالمي ليش امريكي؟ لانه هو امريكاني، لانه هو في النهايه كان عالمي. خليني اوضح لك وجهه نظري. انا قلت بالظبط ان انا مش عايز النوع ده من العالميه، وده ما فيهوش انكار لاهميته على مستوى العالم كممثل، لكن انا كشخص كعمرو سعد لا بحلم ان انا اعمل فيلم من هنا ومن ارض مصر. يعني نحن يمثل يعني مصر في العالم. في عندنا مثل، في عندنا مثل بيقول اللي بيشوف العنب ومش قادر يطاله بيقول عنه حصرهم. انا اعتذرت كتير عن ادوار في على فكره بالمناسبه، اعتذرت عن ادوار كتير في السينما امريكاني. والادوار حسيت انها ما تناسبنيش، ولو جالي دور بالمناسبه مش هعمله. واديني بقول لك عشان تبقى عارف، مش هعمله. انا بشتغل على فيلم مصري يوصل للعالميه. مش بتقعدش تقول لي عنب وجبن، خلينا ايه في الواقع. السؤال الثاني بلسان معارضيك. يقول معارضوك ان رواج فيلم دكان شحاتة سببه وجود هيفا وهبي الذي طغى حضورها على حضورك، وانك استبحت معها الحياء العام والاماكن المقدسة. اولا فيلم حين ميسرة أول بطولة ليا عمل على شباك التذاكر 20 مليون بفضل سمية الخشاب. بفضل ربنا طبعا، بفضل ربنا يعني. بس كان في الفيلم خالد يوسف كمخرج وكان في سمية الخشاب. طب ما هو كل الممثلين معاهم ستات برضو وبنات في البتاع، يعني مش بالضرورة. السينما عمل جماعي، خليني أكد لك على المفهوم ده. يعني ما فيش حاجة اسمها الفيلم بينجح لأنه بينجح،
وما تقدرش تعرف خالص يعني زي ما بيقولوا انه بتعتبر عندك كان شحاته لو ما كانت في هيفا وهبي كان اخذ كل هالضجه الاعلاميه ولو ما كنتش انا في برضه ما كانش نجح ليش لانه عملت الدور كويس طب اي ممثل محترف لا يعني بيقدر يعمل الدور مش كويس اي ممثل لا لا مش اي ممثل اي ممثل محترف انا حد ولا اي ممثل محترف انه مش انه شو يعني انت الله خلقك وكسر القالب يعني لا في قوالب تانية بس انا لي قالب خلاص كل واحد ليه قالب يا سيدي طيب بس لو ما كانت هيفا وهبي بدك كان شحاتة كان صار كل هاللغط الاعلامي وكل هال بالمناسبه انا ما بنكرش دورها طبعا هو عامل من عوامل الجذب والمخرج والمنتج جايبها ودافع فلوس عشان هي عامل جذب بلا شك بس مش هي عامل الجذب والنجاح الوحيد وانا كنت عايز اقول لك ان الفيلم عمل 14 مليون وده اقل بكتير من حين ما صار ولو عايز بتقول مثلا سمان خشاب برضو عامل جذب بس سمان خشاب ما كانش ليها تتمتع بافلام ليها ايراد في السينما على الاطلاق قبل حين ما صار انا بقول لك بالارقام يعني بكلمك بالارقام قد ايه تحدثوا عنك بالاعلام بهذا الفيلم مقارنه مع الحديث عن هيفا هيفا تقريبا 30-40 ضعف ليه لانه الاعلام مهتم تمتلك بها. مقومات لتمتلكها لا انت لا لانه الاعلام انا كنت عايز اكد على حاجه بالمناسبه دي الاعلام ليه اختياراته والناس ليها اختياراتها بلا شك يعني ساعات يتقابلوا ساعات لا وغالبا لا طيب قبل ما يخلص الوقت تحدثوا انكم استبحتما الحياء العام الفيلم موجود ده كلام مش حقيقي الفيلم يعني عن مشهد صار بتصويره يمكن بموقع السيده زينب كانت هيفا على المرجوحه وناس كانت تؤدي الصلاه لا ده كان في المولد لا او بالمولد وصاروا يعني كان في المولد ناس بيعملوا حلقه ذكر كده بس كان في مشاهد ما كانش له علاقه بالطقس ديني خالص بالمناسبه ده مفهوم غلط والفيلم موجود كان في ناس عم بتصلي ولا لا لا طبعا لا طبعا لا لا لا, لا, لا ده مولد ومراجيح احنا دي ناس يعني كمصريين نعرفها كويس مولد ومراجيح وناس من بتغني وناس بتلعب وضرب بومب عارف لو بتشوف الافلام ضرب بومب وكلام من ده مفيش ما يسيء انا الضجه كانت اكبر من اللازم يعني ليش صارت هالضجه يمكن عشان خالد يوسف يمكن عشان هيفاء كانت مثيره شويه للجدل جايز زعجوك الاسئله لا خالص زعجني انك بتقطع بس يعني تاخد من وقت على الوقت لا بتاخد من وقت همدد لك لما تكون عاوز اللي همدد لك ليك لا بتاخد من وقت بمقاطعاتك اسال السؤال وما تقاطعنيش لا ديمقراطي جدا بالظبط ديمقراطي جدا وبعدين خلي بالك انت بتقاطع في وقت مش عايز تسمع الكلام بتاعي لا انا سمعت مثل شو وين اول ما جيت اقول لك سيره الارقام رحت قاطع اول يعني اما لسه الاجابه قبل ما تبقى مكتمله بلاقيك تقوم داخل زي القطر قاطع فيا ريت يعني ما تعملش كده عشان الفكره تبقى واضحه ما تعملش زي الاعلام اللي انا كاتبه عشان بعد كده اكتبك في برنامج تاني بالمناسبه يعني ممكن في برنامج تاني يكون اسمي بين الاسماء ممكن في برنامجك انت برنامج ان شاء الله خير خلينا نتوقف مع فاصل بعد الفاصل نعود لمتابعه الجزء الثاني من الفقره الثانيه نتابع بلسان معارضيك مع ضيفنا النجم عامر سعد عامر السؤال الثالث بلسان معارضيك يقول معارضوك إنك تتصرف كحديثي النعمة وكل حديثك عن المجتمع والأزقة والشوارع والناس والحياة بين عامة الشعب ليست سوى استعطاف لهؤلاء ضد الإعلام أو ضد من ينتقد عمرو سعد حديثي عن الناس يعني نعم. بسيطة عرفان بالجميل ومحاولة لأني أحكي عنهم حتى في الأفلام وفي المواضيع ما تنكرش الفضل الدهون يعني بس سبق وذكرت انه لست الوحيد يعني منك انت الوحيد مش حقيقي كيف مش حقيقي مش حقيقي مش كيف حقيقي. مش حقيقي يعني يعني مش حقيقي معظم الفنانين وين ربنا مش حقيقي مش حقيقي معظم النجوم وين ربنا مش حقيقي مش حقيقي مش على طول يعني هي بتصدف اوقات يعني انا كنت في فتره من الفترات
محبط جدا، بس بعد شوية عرفت ان كل الحاجات اللي بتعدي عليك بتفيدك. مفيش اي احداث، الناس بتعمل احداث دايما بالعربيات. انا عملت برنامج، انا عملت برنامج كان اسمه دمعة وابتسامة في حياتي. هذا البرنامج كانت فيه سيرة عدد من نجوم الكبار، يعني من ناس كان لها تاريخها وكان لها وقتها. يعني 90% من هؤلاء، منهم من ربي على السطوح فوق السطوح، منهم من كان ينام تحت الدرج، منهم من اشتغل خدمات، منهم من تعرض للاغتصاب بعمر صغير، منهم من تركوا أبو أمه. يعني ما شفناهم بيستعملوا هيدا الموضوع قد ما أنت بتستعمله. يعني أنت بتستعمل أني أنا ابن الشارع وأنا ربيت مع الفقراء وأنا ربيت، وكأنك عم تستعطف هودي الناس، أنه يعني مثل واحد بيقول عم بتاجر بفقرك بهيدا الموضوع. أولا كلامك مش دقيق، لأنه أنا ما بقولش كده. أنا دايماً بقول إنه أنا هقدم أفلام بتحكي عن الناس بتاعتنا، الناس بتاعتنا اللي هم متوسطين وإنت نازل، لأن أنا عشت وسطهم. الواحد بيحكي من اللي شافه وبيحاول يبقى موصل جيد لهموم الناس دي، ملهاش أي علاقة. محدش يعرف حاجات كتير عني بالمناسبة، أنا ما أكلمش عن نفسي إن أنا تربيت إزاي. أنا بالمناسبة من أسرة يعني محترمة متوسطة. في شك الفقر مش عيب. متوسطة الفقر مش عيب. لا مش عيب، ملهاش علاقة بالفقر أو الغنى. أنت جاوبتني على القسم الثاني، ما جاوبتني على القسم الأول، إنك تتصرف كحديثين نعمة. أنا مش عارف يعني إيه أصلاً. يعني بتفوت على المطار ممنوع تتفتش، يعني إنه مينو عمرو سعد ما بده يتفتش بالمطار. دي حاجة مش حقيقية. مش حصلتش. دي الإعلام اللي أنا كنت كاتب لك عنه في الأول، اللي بيكتب حاجات مغلوطة ومش حقيقية. اللي حصل ان انا كنت رايح جريدة الشروق هي من ذكر هذا الخبر. كل الجرائد ذكرت الكلام ده. مش لانه نقلا عن جورنال واحد. انا مش ده اللي حصل. اللي حصل ان انا كان معايا المساعد وكنت رايح اصور فيلم، المساعد بتاعي، ودخلنا متاخرين، فالمساعد اتخانق مع امين شرطه وخدوا بطاقته. فضلت انا طول يعني مده ساعه وعدت الطياره قاعد مع القيادات والضباط بنضحك ونفرفش وبتاع، دي يقولوا لا الواد ده مجنون، ولا هنرجع لك بطاقته، مش هنرجع لك بطاقته، طب احنا هنحبسه وانا وامشي انت. ما رضيتش امشي واسيبه طبعا، ما اقدرش اسيب المساعد بتاعي وامشي. كنت تحلم انت شي مره تفوت على المطار تقعد مع الضباط وال بيستضيفوك ويقعدوا معك ويسيروك؟ فكرت فيها هي؟ هم الضباط دول مش بني ادمين. بالمناسبه انا مهندس. السؤال الرابع بلسان معارضيك. يقال أو يقول معارضوك إنك ترتدي عباءة أحمد زكي لكنها واسعة جدا عليك. على فكرة في شبه فيزيكلي، يعني في الشكل في شبه، يعني جايز ويمكن لا. يعني أنا مش أنا اللي بتكلم على طبعا احمد زكي، انا حبيته جدا واتفرجت على افلامه وتاثرت بيه وبالجيل بتاعه مفيش شك. انا بعتبر دول خرسانه اساس احنا بنبني عليهم، زي ما لو الواحد بقى ليه تاريخ هيجي حد يبني عليه. انك ترتدي عباءه احمد زكي لكنها واسعه جدا عليك. انا ما اعرفش هي لماذا، هي ازمه الاعلام نفسه. هو انا ما بدعيش ان انا برتدي عباءه احمد زكي، اذا كان في مقارنه من اي نوع انا بعتبرها شرف. لانه يعني يقال انك كثير بتحاول تقلد. الكلام مش علمي حتى. بتستغل يعني التقارب بالشكل. كانت افلام هتفشل، مفيش حد. هل تحلم ان تكون احمد زكي؟ احلم ان اكون افضل كمان، ليه لا؟ احلم ان اكون افضل، بس يمكن ما بقاش. ويمكن الممثل لما بيراكم يبقى ليه تاريخ بيبداوا يعيدوا تاريخه. انت اليوم لا، خليني اقول لك حاجه مهمه في ده، انه احمد زكي او نور الشريف مع حفظ الالقاب لما ظهروا لم يؤرخ لهم إلا بعد 10 و15 و20 سنة من ظهورهم. تجربتي أنا في حين ميسرة ودكان شحاتك أول أفلام ليا لا تقل أهمية في المستقبل إن شاء الله عن أفلام مهمة صنعت هذا الجيل بكل بساطة. أنت تقول إنك أفضل أبناء جيلك. أنا عمري ما قلت إن أنا أفضل. إنك أهم من خالد النبوي، أهم من ناس. أنا بالمناسبة أنا مجبت السيرة خالد النبوي خالص. بمقابلة بالوفد بجريدة الوفد. لا كلام مش حقيقي، كلام مش حقيقي، كلام مش حقيقي، لأنه أنا كنت حتى في الـ ما هو نقلا عن كويس. أنا كنت بقول أن أنا منتمي لجيله وبعتبره مظلوم وبعتبره دي التم. مين أفضل أنت أو خالد النبوي؟ يعني ما أعرفش، الحكم الجمهور. مين يعني أفضل أنت وأحمد السقا؟ برضو ما أعرفش، بس أكيد يعني كل واحد في وجهة نظره. مين أفضل أنت أو أحمد عز؟ ما اعرفش، هم احلى بالشكل، ما
بس انت مش هو احلى. مش عارف يعني، انا بعتبر ان المقارنه نفسها حاجه فاشله، لانه مفيش حد زي حد. على فكره مفيش مانع كمان من ان انا احبك واحب حد تاني، لان انت بتقول انه بتعلم كتير من الممثلين. بتعلم، بتعلم انك تعلم عدد من الممثلين. كان لك خلاف مع خالد يوسف لانه حاولت كمان انك تعطي هيفا بعض الملاحظات برضه. ده خبر بالمناسبه، ده خبر مغلوط وانتشر انتشار فظيع. انا عايز اقول لك ان في اخبار كتير مش مظبوطه. انا قدامك الزبون دايما على حق. يعني بقول الكلام اللي انا مسؤول عنه، بس في كلام كتير مش حقيقي. لما يجي اقول لك ده مش حقيقي وده حقيقي، يعني هقول لك ده انا قلته وانا مسؤول عنه وسببه كذا وده حقيقي، بس ده مش حقيقي. انا بدي اطلب التمديد لدقيقتين. يعني مثلا طلع ان انا بوجه هيفاء وده ما حصلش. بس انا طلبت التمديد لي. اتفضل. شيلك. اتفضل. الكل ذكر انك كمان اخذت ملاحظه قدام كل فريق العمل من المخرج خالد يوسف، انه اعطاك ملاحظه انه مش شغلك هيدا اللي عم تعمله، طلب خروجك من الكادر لمتابعه هيفا شغله لما تدخلت لاعطاء نصائح تبرعت فيها لهيفا. انت قلت كلام مش دقيق، قلت الكل ذكر. انهي كل؟ الكل ده من اللوكيشن ولا جورنال او كل الناس؟ مجله كل الناس. يعني كل الناس ذكرت ولا كل الناس؟ كل الناس. أنهي ذكرت ناس؟ انهي ناس؟ المجله كل الناس وجريده الكواكب. كويس، دي ازمه في الاعلام ان هو بيجيب خبر من مجله وينقله كخبر. كويس، الخبر ده ما حصلش، والدليل انه اللوكيشن بتاعنا دايما بالذات مع خالد يوسف ما يقدرش يقرب منه صحفي على الاطلاق طول فتره التصوير. مفيش اي صحفي يقدر. ليش ما كذب؟ ليش ما كذب خالد يوسف هذا الخبر؟ عشان موضوع تافه. هذا خبر تافه جدا ولا يستدعي التكذيب. عم بيقول انه صار في خلاف انت وياه ومشاده كلاميه و... احنا ما كناش كملنا الفيلم. لا خالص. وهيفا اللي هي رجعت فاتت بيناتكم ل... ده الموضوع كبر. ده الموضوع كبر. ده فشلت حتى. على فكره الحكايه دي بتضحكني دايما، دي بالذات، لان دي اول مره بشوف مثل حي لموضوع تم اختلاقه بالكامل من بابه كده من فوق لتحته. بس لو حصل كنت اقول لك، لانه انا مش ضد اصلا ان المخرج يوجه واحيانا يعنف الممثل. المخرج ده قائد العمل. بقى لنا على 27 ثانيه او 25 ثانيه. أؤمر. كل النجوم اليوم بمصر عم بياخدوا مواقف سياسيه. عم نشوف ناس هون وناس هون وناس هون وناس هون، خصوصا على ابواب الانتخابات المصريه. اين هو عامر سعد اليوم؟ ما عنديش اي موقف سياسي على الاطلاق ابدا، لانه الحاله بتاعت البلد لا تسمح بوجود موقف سياسي اصلا. معقول ما عندك ولا اي موقف سياسي ابدا؟ بقول لك لا تسمح. من ستنتخب؟ هو فين المرشح؟ لحد هلا على الاقل في مرشحين معروفين. يعني ما حصلش حاجه كده سياسيه وحد قدم برنامج زي ما بيحصل مثلا في امريكا او اوروبا، حد قدم برنامج حقيقي بايجابياته بسلبياته تخليني اروح اقول انا هنتخب ده. اتحرك لما ده يحصل. وده مش هيحصل، لان التغيير بيحصل من جوه لبره مش العكس، مش من بره لجوه. ده رايي. فاصل اعلاني، بعد الفاصل ننتقل الى الفقره الاخيره مع عامر سعد. نصل إلى الفقرة الأخيرة من بلسان معارضيك مع النجم البش مهندس عامر سعد. أنت مهندس ديكور. هيك؟ شو جابك على التمثيل؟ قدري. رجعت درست تمثيل ولا؟ لا، كنت بمثل في مسرح الجامعة و... وحبيت الحكاية قوي وفضلت بقى. ومارست مهنة الهندسة؟ لا. مارستها طبعا. مارستها. هلا بدي منك هون تكتب لنا رسالة. لشخصية نحن بنختارها، بس برأيك مين هي الشخصية؟ ما اعرفش. برأيك مين بدنا نختار الشخصية؟ اللي انت عايزه. تفضل. انت اختار وانا تحت امرك. بس برأيك مين؟ مين بدنا نقول لك؟ اي حد بتفضل. لا. بالسياسة او بالفن او بالاعلام، اي حاجة تعجبك. يعني اذا قلت لك اذا قلت لك بدنا نوجه رسالة للدكتور البرادعي مثلا، توجه له رسالة؟ يعني شو بتقول له فيها هيك سريع شفهيا؟ اقول له اكتب؟ لا ولا شفهي هي.
اقول له انت راجل محترم وخلفيتك السياسيه يعني محترمه وعندك وعي، بس حاكم الوطن سياتي من الداخل باعتبار انه هو يعني طول عمره برا مصر. الرساله اللي بدنا اياك توجهها للاستاذ حسين فهمي اللي رد عليك على بعض ما كتبت او بعض ما قلت وانتقدك، شو بتقله للاستاذ حسين فهمي؟ اكتبها ولا لا؟ كتيبه الى الاستاذ حسين فهمي، هيدي الرساله اللي راح تروح الى الاستاذ العزيز حسين فهمي. تعلمت ان احترم التاريخ واتعلم منه دون انبهار او عباده. ما التقدير لتاريخك عمر سعد. انت مش مهندس بس، انت اديب كمان. اشكرك. انت اديب كمان. الى الاستاذ العزيز حسين فهمي، تعلمت ان احترم التاريخ واتعلم منه دون انبهار او عباده، مع التقدير لتاريخك عمرو سعد. وذلك لانه الاستاذ حسين فهمي قال انه هناك كبار انه لا يمس بقيمتهم، فاعتبرك يمكن انك مسيت بقيمه هذا الموضوع، فهذا الرد هو بيكون رساله ان شاء الله نقدر نوصلها للاستاذ الكبير الاستاذ حسين فهمي. بحب اني ارجع اذكرك عمرو بشغله كثير اساسيه، انه كل ما ورد في هذه الحلقه على لساننا هو ليس بلساننا الشخصي، انما هو نقلا عن لسان معارضيك وليس موقفنا. في حتتين كده صغيرين في بلسانك، انا حاسس حتتين كده. ليه هن؟ حتتين كده زودت. ليه هن؟ يعني الكل يقول فكره التعميم. نعم. ما انت ساعات بتستخبى في عناوين. نعم. فبتبقى عايز تقول حاجه اكثر استفزازا. قلت لك كل الناس. كل الناس يعني مجلة كل الناس. انت في الاول لما انا زنقتك زي ما انت بتزنقنا كده قعدت تقول الكل يقول والجميع يقول. نعم. وحسستني ان الموضوع يعني كبير. هو طيب. مش كبير. والحاجة التانية خلاص كفاية عليك. الحاجة التانية قولها، ما تخليش يبقى قلبك قولها. لا يعني برضو في المزايدة، حكاية المزايدة بتاريخك او دي، انا حاسس ان فيها اضافة منك، لان لم تذكر في اعلام او كده، وفيها حاجه مغلوطه شويه لان ما فيهاش مراجعه بدقه. فيهاش ده جميله، ما فيش صورتي. رسالتك. فيهاش مراجعه دقيقه. صورتك بالقلب. الله يخليك. ما فيهاش مراجعه بدقه للي بيتقال على لساني. اللي بيتقال على لساني انا كمان انا مسؤول عنه. اللي بيتقال عني انا غير مسؤول عنه. نحن كل شيء بنقول لك اياه ونحن مسؤولين عنه، انه بنقدرك، بنقدر تجربتك، بنقدر إنسانيتك، بنقدر كفاءتك، بنقدر موهبتك، بنقدر نجاحك، بنقدر ثقافتك، بنقدر نجوميتك، وبنقدرك كإنسان. هيدا نحن الكلام مسؤولين عنه وبنمضي عليه على بياض، وبنقدر مجيئك لعنا ومشاركتك ببرنامجنا. فرصة كتير سعيدة لإلي أني تعرفت عليك شخصياً بعد ما كنا متابعين ومعجبين بشخصك من خلال الشاشة. شكراً لمشاركتك بهذه الحلقة، وعذراً إذا كنا أزعجناك في مكان ما، ولكن برجع بقول هذا يكون من قبيل يمكن شوي الأكسسوارات تبع الحلقة، وليس الهدف منه أي انتقاص لا سمح الله من قيمتك لك إنسان ولا كفنان ولا كمثقف، لأنه بشهادة الجميع أنك إنسان ناجح ونجم بكل ما للكلمة من معنى. شكرا لحضورك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا. هذه الرسالة إذن من النجم عمرو سعد إلى النجم حسين فهمي، راح نضعها في صندوق البريد إلى جانب الرسائل الأخرى، وعلى أمل أن ألتقي بكم مجددا في الغد. تصبحون